ها حبيبي، السلام عليكم. شو بلاك؟ ما عم بنوم وايد حبيبي، البارحة تأخرت بربر ويا محسن. بترياني بيك الحين دقيقتين بيك، ما بروح مكان بيس وياك، ما عندي أي شيء. لا بحر يوم الخميس، ما باليوم، اليوم الثلاثة باكر الأربعة، يوم الخميس بلا يوم السبت. أنا ما سبت حبيبي حق أرجع اليوم حبيبي، اليوم الثلاثة باكر الأربعة باكر بسير العين، باكر بسير العين. يوم الخميس برد في الليل، ويوم الخميس برد، يوم الخميس بين رد أسير البحر، يوم السبت هي برجع. شيء تبه؟ هي شوية بس العين برد. شكرا ترياني. ألو ألو، أنت فين؟ في البيت أكون فين يعني. كل دنام ولا إيه؟ أموت. من شو تموت؟ من عندي إسهال وتعبان كل الليل. من إيه؟ من لحمة يا أخوي. وليه أكلت لحمة كل، وليه تأكل كيلو لحمة؟ كيلو وين لحمة؟ ده 2 كيلو ما خدتش. ها؟ هذا امس الغداء. اه يا عشيت كمان لحم امبارح بعد. يلا صلاح يا، وترياك وترياني وكلنا ابوي وسار عنا ماشي. هي يلا تعال. طيب انا بلبس اوقات. خبرت حب يجيك؟ لا يا اتصل في حب من الدوليه. خلاص يلا باي. وقلت تعرفونه ما يبالي رامسه شباب وباجله، وهذا ابوي عمار محمد بن زايد. هذا ابوي قيض السنه، هذا ابوي قيض السنه. الناس ابوي مقيضه، الا رطبان وزيتون وهنابي هنبه. شوف تبارك الرحمن اللي هنبه. هبه نثير ودي صندوق الكنز، يبارك من يوم صندوق الكنز. هذا ابوي المشموم الكشميري، يقولون هل الدمام النسمه مشموم الكشميري، وهذا نحن حطيناه في نص ابويه الفل وريقات من تحت. وغدا والله تحفه، شكله تحفه، منظر وايد جميل. بدال الابوي ما تصير وتاخذ البيزات من نص الحوي. اليوم انا وايد تاخرت، حتى صلاح ما ترياني. Good morning everybody. السلام عليكم. How are you؟ دواركم الحنايا بطة، هاي تنسى اسمها ايرين. How's everything؟ Good؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو تسوي انت؟ انا جيش حق مشاكير جيش، وحق البيت صافي، وحق ينا هالفنانة. شي حبل ولا ما شي حبل؟ ايه فيه. اشوره شوي شوي، لا توقف اسبوعك، يعني اسبوعك تالون. ها شوي 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 شوي، ما شاء الله يا الحبل تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. هذا صافي بسكوت وريقات حق البيت. شو مصعب مسك صافي شوي، مسك داخل ايد تبون صافي. اليوم هذا صافي وريقات، هذا ما قالوا هلا مقيوي، هذا حق البيت. ها مقلع ها المقلي زين، وهذا حق بشاتير. شو بسوي لهم؟ مقلي بعد؟ نسي. وهذا مقلى حاف، هذا مقلى الله يحفظكم يسمونه مقلى مدراسي. الحين حطوا فيه ملح وكركمه، خلوه لمده نص ساعه ساعه، اغسلوه عقب رده وحطوا فيه، ما يحطون بزار بس فلفل حمر وكركمه. الكركم يحطون زياده وفلفل حمر شويه اقل، ما يحطون اي شيء ثاني، يظهر شيء كأنك تتقرض بسكوت رقم واحد. تقولوا ما قلنا لكم قبقوب بعد؟ قبقوب وين جايينكم؟ ايوه اشوف جلب فوق تحت. يا سلام على القبقوب، يا سلام. شو حاطين له؟ شويه بزار وتمره كطلطه هبه وشويه ملح. اي لازم صحه، لازم اللي بيطبخ القبقوب لازم يحطون له كم فردة سحر، لازم، لا بد ولا عذر من السحر. شكرا.
احلى شيء عاد اني انا مطقم ويا الدله. تقول ما قلنا هذا احلى شيء في التقييم. الله العظيم المراد ابطيت ابوي على صلاح ما تريعني، قال لا انا ولا متريع، تريع فقير لين الساعه 11. انا اليوم متى جاي؟ انت نازل 11 وشيء ناش والله من الصبح كم متيلق الا ساعه انا اقرا مسج الا ساعه ما ادري شو. ما عندي شغله اليوم، ما في شيء عندي ضروري، عندي شغل والله في هيئه القصر، لكن اتوقع انها نقلت بعجل الاسبوع الجاي، ما في شيء وايد ضروري. الله كريم. اوكي يلا انا بس بعد شويه. انا ليش اجل عندي خروفه او قصه اريد اعدها بثلاث اربع ايام، يوم ارد في الليل اكون عيزان من عيزان الله يحفظكم من الجن ومحسن وأي وهدربان وعندك وي الخبير ويخطف الوقت. لكن انا ليش ابوي ما اقول القصه اقولها حين في النهار؟ شو بينقص ملك الله؟ هب لازم اليوم انا ماشي رمسه صلاح وسار وانا متفيز لا عندي شغل ولا ضمن وتري صلاح ولين وقت الغداء في وقت وايد القصه ابوي مدتها 7 دقائق. هاي قصه الله يحفظكم الله يسلمكم. هاي قصه هلال الغافري. هلال الغافري بني غافر يرد اصولهم من هالضنج، يا غير ترعرع واستوى وصار وشب في صحراء الربع الخالي، ويا البدو ويا من مكان لمكان تحيلوا الاول بدو رحاله. وهاي القصه مستوي من امئات السنين، وان شاء الله اني بعدها عليكم اليوم قصه هلال الغافري. هلال الغافري من بني غافر يرد اصولهم من ضنج. ضنج وين؟ ضنج في عمان، ما يبارع رمز بعد. ضنج وعبري اكلهم في عمان، بلاد عليها رضوان من الله، فيها الفلاي وفيها المياه فيها الوديان. وادي فتح عندهم، وادي فتح يا سلام سلم. وادي اللي ما شاف وادي فتح ما شاف عمان كبرها. نعم وادي فتح وادي فداء وديان من اجمل الوديان في الدنيا العوده، موجودات في ضنج وعبري. وادي فتح عاد هذا لو تشوفون ما صار مصور عندي فيديوهات، غير ما ادري بهم وين، ما ادري بهم وين انفدى، ولا عندي 100 فيديوهات عن ضنج ما ادري بهم وين انفدى. هاك الايام ايام تليفونات هاي النوكيا مسجلينهم. اي والله شيء كان جميل. ضنج وعبري بلاد العزيزيين، طائفه العزيزي شيخهم ضنج، ناس طيبين وعياويل واكرام وحشام، حالهم حال العرب كلها. يا غير الضنج عادة مميزين هم وعبري عادة. أظني سنة يمكن 2000 يمكن قبل 15-20 سنة يعني ساير ضنج، ساير ضنج ولنا في نص هاك المزارع ونص هاي لك الوديان، ولنا سد طوله طول وعرضه عرض ما ينقصها، تحرم السد العالي اللي في مصر. يوم سألت في هالقرية الصغيرة هالمناطق القرى المتفرقة شو ياب هذا هالخرسان الكبيرة شو بناها؟ منو تتخيلون مسوي هالمشروع في هايك اليبال في نص هايك الدنيا؟ وقال مخدوم قبل 30 سنة خيبة، يعني عمره حوالي 50 أو 55. الكويت باني هاك السد بين هايك اليبان. الكويت راعية خير وراعية حكامها يحبون يفعلون الطيب في مكان الطيب، وعندها العمان ما يضيع الطيب ولا يضيع المعروف ولا يضيع الشيء العدل. يا الله يحافظهم ويبارك فيهم هالعمان وهالامارات وهالخليج كلهم، ولا يفرج ما بيننا يا رب العالمين، ويجعل الألفة والسرور والترابط الأسري لين تقوم ناقة صالح يا رب. ايش عندك؟ السلام عليكم. عليك السلام. البطاقة حق شو بعد؟ تجيب هذا سامان موزي موز.
وتصير خذ بطاقه مال مدام بطاقه سيد الشعوي. يا الله يا الله زين مفتاح انا ما ادري بوين هذا عندك. شكرا. عفوا خرب علي السالفه عاد الحين نسيت وين وصلت. بيست قهوه وخلاص بعد برد انا مسكت ضروري اخبرك عن سالفه قصه هلال الغافري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشوف شفت يلا 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 هذا صندوق الكنز هذا ممنوع حد يقربه. انا بس يوم الله بيسلمنا من شرك انت 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 اللي الصلعود انت اللي تاكل الاكل انت اللي تاكل كل الاكل هذا صندوق الكنز هذا الشيء من باه يبلغ بس يعني ايش اللي هنكلها انت يا مرحبا بدوارك جود مورنينج يلا هذا بوية زيتون كل هذا الدس هنا حق ما حد يشوفه لحظة يلا يلا عباس على دباس احفزي مازي حسن ما يتنسخ شو تقول؟ بقول لك بجيب الأقفاز دي منين عباس على دباس سكر سكر صندوق الكنز ريجات هناك من كل شيء ولازم هالفول تحفة انا لازم. متعود على الفول تعرف احب اللحمه والفول حاجه ثانيه لا واللحمه ما يكفيك اللي ياكل باحم اللحمه لا اكلت الحمد لله ما راح اكل لحمه بدي اكل لحمه النهارده والاسهال ما انا اخذت ده هعمل ايه ما اكلش عشان كم هير دان فور هو ذس وان This is a shay kushali from Masri. Masri? بديت الاسم. ده اللي وقع. يلا. يلا. لازم الكشري هذا؟ لازم الكشري. يعني الكشري وفول ولحمة. لا إله إلا الله. السلام عليك يا أبو محمد صبحك الله بالخير الغالي. اقول لك واخيرا بعد معاناه حصلنا هذا الكريم اللي انت قبل يومين كنت تشرح عن موضوعه وعلي الطلب وايد يا ابو محمد هذا اخر حبتين صراحه لقيتهم في المحل و يعني ما اقول مش اسوقه صراحه الشركه هذه يا ابو محمد اسميها بتصنع الله يحفظك عيننا حبيني أظهري عاد مقرطاستك هم حد انطرت لنا بوي هالشيء أيوة. هذا اللي حفظكم جاي من هذا المكان هذا عبارة open it now يلا open it and be careful يا ويلك انت شبيتي شيء thank you ايوه يلا بعد انا ابو جميع التربيط زرزر شفت وين باي وين او فيرز ذس وين ذس وين ايوه هاك اللي جاينا هاك اليوم وليه من دبينه ما ردوا طرشوا مره ثانيه وحين طرشين ورق عنب ورق هذا ورق عنب وهذا بعد هذا بعد ورق بعد انا بعد ما قيل لك انا وياه شيء بيكون وهذا يعني عده نكهات شكرا جزيلا يا هذيل شو اسم الاسم ديليشيز شكرا جزيلا يا ديليشيز على الشيء اللي طرشتوه هذا وبارك الله ويا في وقت يعني مش عاوز تبع وين باي وين او فيرز ذس وين ذس وين ايوه هاك اللي جاينا هاك اليوم وليه من دبينه ما ردوا طرشوا مره ثانيه وحين طرشين ورق عنب ورق هذا ورق عنب وهذا بعد هذا بعد ورق بعد عنب بعد ما قيل لك انا وياه شيء بيكون وهذا يعني عده نكهات شكرا جزيلا يا هذيل شو اسم الاسم؟ ديليشيس
دليشز. شكرا جزيلا يا دليشز على الشيء اللي طرشتوه هذا، وبارك الله ويا في وقت يعني. مش عاوز انت بحس وين باي وين او افرز بس وين بس وين ايوه هاك اللي جايين هاك اليوم وليه من دبينه ما ردوا وطرشوا مره ثانيه وحين طرشين ورق عنب ورق هذا ورق عنب وهذا بعد هذا بعد ورق بعد عنب بعد منقيل كان وياه شيء بيكون وهذا يعني عدة نكهات. شكرا جزيلا يا هذيل شو اسم الاسم دليشيز. شكرا جزيلا يا دليشيز على الشيء اللي طرشتوه هذا، وبارك الله ويا في وقت يعني. مش عاوز انت بحسب مش عاوز صح ده اكيد عايز كابتن نلعب كل ده وكلك حديد يلا 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 بس وحده وحده بس ها وحده ها اصبر صح This one is all the same like this. Ah. It's like so she can eat this line. Taste. يا سلام يلا وحده بس. يلا يلا يلا. Close and take it inside. يلا for me down. Thank you من الحناية. شكرا أبو ها خلي يودون الورد بعد يحطون هناك ويا المزهريات. شكرا أبويا هاي الماء. Delicious. Thank you يا delicious. إن هذا توه جاي لنا بعد هذا بنفتح بنربيه مشو هذا التعب الحين جايب لنا ابوي دريول قال ابوي هذا مطرش لكم من الجماعه هذا اللي تشوفونه هذا اللي قال هذا شو اسمه هذا وهذا تابلوغزان بريوت فقاس وريبة ايه هذا كله من هالمكان احب اصوركم وهذا هم بعد هذا بعد البيت كل هذا من هالمكان زيت عليهم لين داخل تشاورت عاد وياهم قلت ابراهيم يصور قبقوب قالوا ما عليه هذا ابوي قبقوبهم وهذا الله يحفظكم صافي البسكوت وهذاك بعد من غير عومه هذا ابوي صافي البسكوت وريقات من مقيوين ابويا دليل وافي على من كبس سفر ابويا دليل وافي على من كبس سفر الين الحجاز وبد ونجران وسكونه الين الحجاز وبد ونجران وسكونه عما سارج المايات شكيف يشوف الحيل ولا يشوف مساكم الله بالخير قلت أنا بعد القصة مساعة مالت هلال الغافري ما وحالي يعت وأدن وصلاة ودخلت وشرق وغرب وساير وياي ويتنيمي علشية وصورنا مريد فيسة لكن أنا قلت لكم قصة هلال الغافري لازم إن شاء الله إذا الله جعلنا الحيين اليوم بعدها نزلت الحين هالمقطع مال جابر جاسم هذا المفروض الفيديو ينزل قبل 3 أيام على اليوتيوب الحين نزلت هذا بس للتذكير ان الفيديو انرفع على اليوتيوب وموجود على القناة على قناة اليوتيوب مالتي موجود فيديو كامل اظني 34 دقيقة ولا 43 دقيقة قطعنا اللي قطعنا لان كان شيء مشوش وشيء ناس ما اباهم يظهروني في التصوير يعني في أسباب يعني عدة اللي خلتني أحط استكارات وما عليها سامحوني رداءة التصوير لأن 40 سنة ما بيوم ولا يومين هذا روح عمر الحمد لله أني رمت أظهر بهالجودة يعني جزاك الله خير يا الخبير
علمها بخبير منهل كان توهكت. بعد هذا ممكن حلاوه. حلاوه طلع حط اليوم يوم الحلاوه الدولي. يلا عطى اظهره. يلا يلا منك هذا كله. هذا افتح هذا على الحين افتح. اصبر هذا شيء اصبر هذا. يلا يلا كم تشوت عليه ام حسين. انا اخوتي ايدي عيتي انا وعافيه من انا وعافيه. هذا ما بريحه لك الريح. هذا هاي الشيره شيره. افتحها تمام هسه هذا جايتنا ابويه من هالمكان من ابو ظبي من دبي الله اعلم عاده من الشارجه الله اعلم. مشكل ما يقولون من وين. هذا تشوفون قطها عاده قطها هذا ابويا. شكرا جزيلا. هذا شيل تيك ذس كم تيك ذس وات تيك ات فور يعني كله تكون ما في حكم حته ثانيه خلاص. اول يشوفون هناك وعقب نحن يلا تيك ات مدام. كنت نفسي طب تجي ايضا حلاوه هالشير يرتشون على هاي اللي هي يلا ثانك يو تيك ات تيك ات انسايد. ردنا ابوي على العرب اللي يطرشون المسجات ليش هو نطبع بيخكم ما يلبسون قفاز. ابوي انا هلي وهل بيتي ونحن كلنا يعني كعائلتنا وانا بالذات اجز من اللي يلبس القفاز. اللي يلبس القفاز هذا انا ما داني لا داني ريحه القفاز. القفاز شمل الغالي مخدوم. القفاز مخدوم من هدوب زعفران. القفاز مخدوم ومن كل من أشياء كيماوية. من شو مخدم القفاز؟ كل خدمة القفاز هذه المواد المستخدمة لتصنيع القفاز من أشياء كيماوية. لا والله يده هنضف عن الكيماوي ونحن أبوي ما نجز. يوم شيء مال بيع ومشترى يسوون بقفاز ويوم شيء أبوي مال بيتنا وأكل فبطولنا. أنا أجز أبوي من خدمة اللي يلبسون القفاز. اللي يلبسون القفاز بكبره أجز منهم وأجز من ريحة القفاز من نمونة ترنق القفاز بعد. مساكم خير ونور وسرور. مساكم راحة بال. مساكم طمأنينة. مساكم مسا كل إماراتي وكل خليجي وكل مسلم عايش مرتاح من الصدع والديانة. ها ها صلاح لا أنا في أبو ظبي حبيبي باكر بس منو؟ احمد كا احمد احمد ولدي؟ لا هذا خبره اللي عندي في البيت. يا كذب عليك حبيبي يا كذب يا كذب. انا موجود ابوي في البيت. انت وين؟ يلا ترياك شيء حلاوه وشيء بسكوت شيء كيك وشيء كنافه وشيء بعد هناك محطوط شيء ما شيء كبره ما يندرى بالسوق. بعد احب اخلص الخروفه والقصه وبرد اخب نصوره. هذا شيء جاي كم مكبره شيء بعد ما يندرى بشو هو. ولا صلاح بعد اشغلني اقولكم رد نخبركم عن قصه هلال الغافري. هلال الغافري مثل ما خبرتكم من هالطنج والرمسه هذه قبل اميات السنين. احد خلاف يرد يقول لي زيد ولا عبيد هاي السالفة قبل أميات السنين. اللي يتذكر يدانا وين ساكنين قبل أميات السنين يبقى يقابلني. والله حد من العرب نزيل هلال الغافري وبني غافر من الأساس بقعتهم جدا ضنج وعبري والحيور اللي هناك هاي البقعة شيء منهم في الدول الخليج وبالأخص في الإمارات يا غير أكثرهم أكثر بني غافر موجودين في ضنج وعبري أكثرهم. وعندهم رجال بينهم اسمه هلال هلال الغافري. هلال الغافري الله يحفظكم هذا هلال الغافري الله يحفظكم هذا حايف حايف. الحايف معناه الإنسان اللي غزي سنين الأولية البدوان كلها تغزي. هذا غزي هذا وهذا ياكل مال هذا وهذا ياخذ حلاله. يعني هاي طبيعه من
أيام الجاهلية يعني العياذ بالله. والحمد لله من استوى الإسلام واستوى الوعي الإسلامي، إن العيل أول ما يظهر فرخ الله سرقه، ما تظهر بني إلا باعوها في البلاد الفلانية، شغلة طويلة عريضة. فهلال القاهري كان حايف، الحايف يغزي، هذا يغزي لجل شو؟ يغزي مبلجل يسبي ولا يجتل ولا ينهب ولا يحتل، يغزي مراده شيء واحد في باله. شو الحايف؟ الحايف ياخذ او يسطو على حلال شخص معين او قريه معينه او مدينه معينة او بلاد معينه، يكون شيخها او رئيسها او واحد من عيانها يمتلك شيء ما حد عنده شراته، مثل فرس او مهره او عنده سيف او عنده خنير او عنده تخلوفة دلار أسلان مخلفات، أو عنده خيمة مثلاً أم 16 عمود، أو شيء عنده فريد من نوعه ما يوجد إلا عند هذاك الشخص في أي بلد كان. وانت يا هلال القافري هذا شاع صيته وذكره في جميع أنحاء الجزيرة العربية، إنه حايف عود، يعني إنه محترف ومتمكن في الحيافة. لازم يحوف أي شيء كان، حتى لو يكون في آخر الدنيا. ويوم من أيام الله سمع عند هذا هلال الغافري، سمع أنه عند واحد من بني شامس في السنينة عندهم فرس. الرجال هذا عنده فرس، والفرس هذه ما لها وصيف في الدنيا العود كلها. ونوى انت يا هلال الغافري يسري بليل من ضنج لين السنينة، يبى يحوف الفرس هذه، يحوف فياخذها خلاص، يمتلكها بدون منازع خلاص. يعني تحيدون الاول، هذا شيء معروف ترى عند البدوان، والاول يعني عبارة بين، يعني هذا شيء معروف، أنا ما فيه ترجمة أكثر عن هالنمونة، باشر حد يصير ينقد علي. والمعروف عن الحايف الله يحفظكم، ما يحوف المنطقة اللي هو سائر لها إلا أنصاف الليالي في الليل، ويتنقل يوم 27 25 27، ما يقولك فلان يوم تشوف فلان أسود قال بسم الله عن أبوك ظلام 27 من سواده، فيتريى لين 27 أشد الليالي عتمه. فهذا وقت الحايف. وصلت انت يا السنين، وصل السنين اطراف السنين بلاد بني شامس الله يحفظهم، وصل بلاد بني شامس، شاف له اكبر منزل فيهن، وصار جداه، ولان هناك عند باب المنزل فرس وعدالها مهرته، الفرس بالمهره بنت الفرس، وصار يقز الفرس، ولأنها فرس اللي هو عاني عسبها، ولأنها تسوى نوم العين هايك الفرس. إيه يوم تقرب جدا البيت، ولأنه كلب تم ينبح، تحيدون عادة بني غافر ما شاء الله عليهم ما يغلبون، وهذا حايف أكيد مسوي استعداداته حق كلب حق ضبع حق ذيب حق كل ضاري، مسوي احتياطاته، نشب ويشال الحيمات وعقهن على الكلب وسكر ثمه، سكر ثم الكلب، وسار ابوي لين ورا سناح الخيام ويلس ابوي. الكلب الله يحفظكم صخ عن المبيح، وعينك انت يا هلال الغافري جدت شو الله يحفظكم، جد الفرس صار جد الفرس، ولن عليه على على يدها قفل هالمتل، ما رام الاول يحطون على يد الفرس يرصقون يدها بقفل من حديد، شلجله حسب ما يجيها الحايف. الحايف ترى معروف منتشر في الجزيرة العربية، الحايف ما ياخذ الا الشيء الثمين. بطال عمر الداق اللي برد عليكم. فاللي عنده بكرة، واللي عنده حصان، واللي عنده فرس، ولا اللي عنده شيء بعير شيء ثمين، لازم عليه قفل، لازم ينرصغ بقفل، ما ببقيد بقفل، ويتخلى عند طرف البيت. والقفل له مفتاح، والمفتاح وين يكون عادة؟ لازم عندها للبيت. صبك هوا.
هذا حلي على سبوي هيلا بيست فنيل وانا ابويا تفنيل ورمسكم. صار ما قدر حيله للفرس. قفل هالمتن قفل هالمتن والاخير وهو ياسي هو يستيب بيقدر يحصل القفل مال مال مفتاح للقفل اللي مرصوغ به محطوط على يد الفرس. لن يسمع صوت رجال ويا حرمه في طرف البيت. قال اي ابوي هذا الرجال هو راعي الفرس، انا بسير ابوي ورا هالبيت ورا سنح الخيمه، لا بد ان بي يدور حديث عن المفتاح وين يدور. سار ابوي وختال ورا سنح الخيمه وازم ابوي استصيخ الحوار بين الرجال وحرمته. من ضمن الحوار اول رمسه عدت الحرمه على ريلها، يا الله يا رب تقوله، يا الله يا رب وحق هاليوم الفضيل انك تسوق علي هلال الغافري يحوف هالفرس واقهرك مثل ما بتقهرني، واقهرك مثل ما تقهرني، يا الله يا رب تسوقك يا هلال الغافري. هي الحرمه تبى تقهر ريلها ان اي هلال غافري ويحوف الفرس، وان هلال غافري ترى يارس ويستصيخ الرمسه ومستغرب من هالشيء اللي صار. تدعي يا الله يا رب، تدعي من ربها يا الله يا رب تسوقك يا هلال الغافري وتحوف فرس ياسر وتحرك كبده مثل ما حرك كبده وخد علي حرمه جديده، يا الله يا رب انك تسوقك يا هلال الغافري وتحوف فرس ياسر وتحرك كبده مثل ما حرك كبدي في وخيده للحرمه الجديده. انزين رد افتر لها ياسر قالها وانتي ليش في عقلك ان هلال الغافري بيسر يحوف فرسي وهو يدري اني انا يا ياسر وراها؟ ما يسر ما يسر. ازم عادي صر طمواس هلال الغافري ورا سناح الخيمه جني صر طمواس سكاكين تقطع في كبده. ترى ما شي شرط قهر الرجال، الرجال يوم بتحقره بتحقر الرجال يا سلام سلم يظهر من ديوان عقله يغدي بلي حاسيه. ما شي شرات الحقران، ما يقولون حقران يقطع المصران، الحقران يقطع اليوم تم يموت ويحيى يعرق وينشف هلال هلال غافري. آزم يطير ويوجع يبى يجتلب بأي طريقة لأن حقره وأخس شيء عند العرب، العرب أخس شيء عندهم الحقران. يوم تحجر في إنسان أو تنزل من مستوى أو تحقره تعطيه الحجم الضئيل الضئلة، هذا أكبر منقود عند العرب. إن رجال طول بعرض ما اسمه لو أجعله إن شاء الله اللي يكون، لكن ما تنزل من قدره أو تنزل من مقامه. أن بيدري أني أنا ورا هالفرس وبييها ما ييسر ما ييسر هلال الغافري أي قربها وهو يدري بي أني أنا يا ياسر ولي هالفرس وين ييسر؟ لا هو ولا غيره. ينينون هذا هلال الغافري. قالت العيال خذ مني دين ويمين، دين ويمين لو يضوي هلال الغافري علي هاك الدين اليمين، لا دلي وين انت داس المفتاح مال القفل مال الفرس، علي هذاك الدين واليمين. ينضوى الحايف يني هلال الغافري لا اروي وين انت داس المفتاح مال الفرس واخليك تموت بقهرك. ضحك ضحك ياسر قال زين بعد بخبرك، لكن لازم يوم بتخبرين ان هذا مفتاح الفرس بتدلينا مفتاح القفل مال الفرس ياك عاده، في حال ياك هلال الغافري في حال ياك وضواك الحايف قبل ما تدلينا المفتاح قولي له ان الفرس هذه ترى فرس ياسر وان خذها لك الشرط اللي تبينه من عقب ما يعرف انها فرسي هنا يا ياسر انخذ الفرس من عقب ما يعرف ان الفرس هاي تعود ملكية تل ياسر لك اللي تبينه. قالت عساك ما ما بطلجين؟ قال لها لا بعطيك اللي تبينه في حال انه خذ الفرس وهو يدري بهن هلي هنا يا ياسر. قالت العيال شرطي ان يو خذ الفرس وعرف انها لك انك تطلج حرمك الجديدة. قال هتب كلمتي ما تغدي انت وانا كلمتي ما تغدي انت وانا ياسر
ما تغني انت وانا ياسر نشبوي ودرها وصار عند الحرمه الجديده وهو ساير جدا حرمته الجديده اعطاهم مقفاه يرمس عاد يقولها عاد لين يجيك هلال الغافري لين يجيك هلال الغافري وين ياكلك اللي تبينه اني لا طلج حرمتي الجديده واصبح وامسي الا عندك عاد لين يجيك هلال الغافري وياخذ ابويه فرسيه وهو يدريبها انها لي انا يا ياسر لك اللي تبينه هاي الساعه لك ما طلبتي طلبت اني اطلج الجديده وتم لك من هالويه اني اندرع ونفذ اللي انت تقولينه انها تطلق الحرمه وهلال الغافري بيموت من القهر ما حد يرضى بالحقران فالظلمي بين البيت هذا وهذاك صار وراه ناوي بيغدر به انت يا هلال لكن تعوذ من ابليس قال ما بمن شيء من الرجال فيها خير الغدر انا حين جاي لجل شيء في خاطري الحين لجل هالعصبية اللي انا فيها وثرت ان حقرني لكن انا انجتلته غدرت به بتفوت علي الفرس لكن انا مالي الا اخليهم بحص ورد عنه رد وين جد الحرمه قال ابوي هلال غافري انا ما بمشي اميه الغدر لكن انا برويه بني غافر ومروتهم وشيمتهم برويه كيف اني باخذ فرسه وبقهره بقهره بخليه ينط ويموت من القهر مثل ما هو قهرني وحقرني انا رجال بني غافر وهو يحقرني انا له 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 ما طلب وما حقرته له اللي يبى بحقره وبقهره في وخيدي للمهره للفرس ومهرته رد الله يحفظكم جدا الحرمة الرجال يوم سوى قربها مرة عدالها سلام عليك يا سريعة هي زاغت سريعة بعيد الشر شهر رجالي يعرف اسميه هنا يعرف اسميه سريعة ما قال لي يا أم فلان ولا يا حرمة ولا يا ولا يا اللي هو زقارها باسمها بعيد الشر شهر رجالي الأول منقود الواد ما تعرف اسامي الحريم جليل اللي يعرف اسم الحرمة اللي منهم وفيهم ولا رجال أجنبي يعرف اسم الحرمة هذه مصيبة ومن الطبيعي أن هلال الغافري سمع اسم الحرمة واسم الرجال من خلال الحوار اللي دار بينهم وهو رسناح الخيمة شيء طبيعي هذا قلت له بالله عليك ما تخبرني وين عرفت اسمي هنا مرة بالضبط جبت سريعة لفظيا لفظك أنت ما بلفظ بني شامس كيف عرفت اسمي قال أنا بخبرك أنا أبوي كنت من دس ورسناح الخيمة وسمعت ابوي الحوار اللي دار بينك وبين رايلك ياسر عرفت اسمك سريع واسم رايلك ياسر وانا اللي تمنيتيه انا هلال الغافري انا هلال الغافري الحايف جاي حق هالبلاد جاي سنينه مقصدي احوف الفرس وانتي اعطيتي عمرك عهد ودين وايمان انك انتي تدليني مفتاح قفل الفرس وانتي طلبتي من الله ان الله يسوق لك هلال الغافري وهلال الغافري ابوي هذا وياك بامر من الله وصلت وانت ابوي حالفه انك انت تخبريني وين مفتاح قفل الفرس قالت له انت مصدقك هاي لا رمسه لسان لغو كيف بيهون علي اعطيك فرس رايليه اغلى ما عنده في الدنيا اغلى ما عنده في الدنيا اعطيك فرسه هاي تسوى الدنيا كلها عنده قالت لأبوي هذا كلام لغو كلام في الهوى لا يودي ولا يجيب لا يودي ولا يجيب وأنا ما بمدحوب أعطيك مفتاح القفل لجل تأخذ فرس ريلي قالها أنت المستفيدة الأولى والأخيرة وأنت طالبة من الله أن الله يسوق لك هلال الغافري والله ساقني لك والحين لازم أنك تعطيني وريلك أبي يطلج الحرمة الجديدة نسيتي أنت وانت المستفيد الاول والاخير تمت تضرب اخماس اسداس تفكر شرق وغرب اخبرها المفتاح وين ما اخبرها المفتاح وين صفنت 5-4 دقائق قالت لزي ما شي مشكله انت حين اعطيتك المفتاح وخدت الفرس بمهرة تويها
كيف يعني بيدري ياسر انك انت يا هلال الغافري اللي ما اخذنها؟ قالها لك علي يمين اني ما اسير من هال من السنينة الا تضاوي عند ريلك ومخبرنه اني انا يا هلال الغافري هذا خدت ابوي فرسك بمهرته قدام عينك واقهرك واعطيه الجافي واقبض الطريق ورد بلادي من غير ما يتحرك واقهره ويطيح الطلاق هاي الساعة. هبهو حالف اني اخذت الفرس وجيته وقهرته اني طلج اليديدة؟ قالت لك لك دين ويمين يعني ما اظهر من هالبلاد الا كد مرونه خزيه ومرونه سواد ويهه ومرونه التحدي ومرونه الحقران اللي حقرني اياه وقهره وبيطلج اليديدة وبيرد لك انت يا الاولية. اتوكل على الله. اعطته ابوي المفتاح مال قفل وفتش ابوي قيد الفرس وركب ابوي على الفرس هلال الغافري اعطاهم قفاه وصار جدا بيت ياسر بيت الحرمه الجديده. واقبل علي على هلال ولان الرجال جالس في طرف البيت ويا حرمته واعزل اعزل ترى ما عنده سلاح ما متروع شو هذا اللي شو هال شو هالمصيبه اللي جت في انصاف هالليالي شرات الحلم عنبو ناس نازل ومحصل محدار تونا نطريه وما وعيناه بالليالي ونفذ اللي الحرمه تبه شرات الحلم شرات الفاجعه استوت عليه. اقبل عليه ابوي هلال الغافري بسلاحه وهذا كعزل قال هذا انا جيتك جيتك يا هلال وخدت فرسك لا وياها مهرته بعد بنت وياها جيتك وانت اعزل وانا بسلاحي وبشل الفرس بنته وبتموت من القهر ومن الحره هبنا اللي تحقره هبنا اللي تحقره منقود عليك انت تحق الرجال لو انك رمست اللي رمست ما عندك ما شيء مشكله لكن تحقرني تحقرني وتصقر من اسمي ومن من اصلي وفصلي هذا حين انا جيتك وخدت ابوي فرسك بنته وتم انت مكانك. ياسر لا رام يرد لا عدل ولا عوية شرات المبهت منفجع شو هاللي مستوي شرات الحلم يترواله بعيد الشر توني انا حين اطري ويا حرمتي الاولية كيف حين استوى هالامر كيف انت يا سريعة ياك اللي بغيتي كيف انت تمنيتي ييج هلال الغافري وياك في نفس الليلة بعيدك يا شر شو يعني بخطفة ملك شو هذا كن فيكون زاق بسم الله هذا انس ولا جن ولا شو هذا هذا صدق الحين اللي انا اشوفه هذا هلال الغافري قدامي. قال نعم هلال الغافري قدامك وما اخذ المفتاح وفتش ابوي قيد بطل عن قيد الفرس وياك ابوي بالفرس ومهرته والحين ابوي تم مكانك ولا كلمة تتنطق تنفذ الشرط اللي بينك وبين حرمك واشهد اني الحين باخذ فرسك بنته وعلك عين تنظر انا اضحك وانت تبكي هذا جزء اللي حقر الرجال انك تحقرني انت يا ياسر تحقرني انا يا هلال بن هلال الغافري كيف يعني تحقرني مدام انت حاقرني هذا انا حين قدام عينك شال الفرس بنته اتبك كل ادب قال لي يا هلال الغافري الله الله فيي كان من كله ولابد ولك خاطر في الفرس خذ الفرس يا غير خل بنت دخيل والديك خل بنت. قال لي لكن قبل ما أسير عنك لازم توفي بوعدك على الحرمك أنك أني أنا نيت يا هلال الغافري وخدت الفرس وأنا عندي علم ودراية أنك أنت يا ياسر راعي الفرس أنك تطلج الحرمة. قال فعليك انت ما اخذت الفرس والحرمه التامه في ذمتي الحرمه الجديده ابوي ترى هم بونها طالج خلاص اطلقت من راسي من خدت انت الفرس وهي طالج 100% ما وعدتنا حرمتي بالطلاق اني اطلج الجديده وانا بخلف وانا ابوي عند كلمتي انا رجال ورجال عند كلمته انا ما اعطيته وعد واعطيته كلمه الا هي مسمار في لوح
من ركبت انت الفرس بحرمتي الجديده طالج بالراسي خلاص لا انا احللها ولا هي تحل لي. قال العيال خذ مني دين ويمين مدامك وفيت بيمين بعهدك وفيت بيمينك وطلقت لي جديده خذ مني امان الله وعهد يني لا اخذ لا الفرس ولا بنته لا اخذ لا الفرس ولا بنته ونفسي وطابت منها نفس وطابت من الفرس وبنته وانا هلال الغافري. كاللي خلاني انا اييك واييك وانت هعزل واييك وانت هعزل حقرانك لي يوم انا من دس ورا الخيم وتتهدد كيف يعني تحقر الرجال عيب قص خشوم انتوا ناس وعرب قبايل عيال ناس وعرب قبايل الحقران ما حد يحقر الرجل الا اللي ما برجل الرجل ما ينحقر. كان ما تدري ازيدك من الشعر بيت انا ترى تليتك وانت ضاوي من عند حرمك الاوليه صار عند الجديده كان بامكاني غدر بك لكن عيت مروتي انا عيت مروتي ورديت وخدت الفرس وخدت بنته وخدت القفل وجيتك لين هني وانا عندي يقين اني انا ما بظهر لا بالفرس ولا ببنته بس ارويك العرب كيف المذهب وكيف المعنه عند الناس لكن جيتك عسب اني اعلمك انه ما يحقر الرجال الا اللي اوطى عنهم مستوى. الحين مدام انت نويت انك انت توفي بوعدك وطلقت الجديده وبصير عند الاوليه ترى الفرس وبنته من صوبك وانا مالي راده لا فيها ولا في بنتها لكن بغيت القنك درس ولقنتك هالدرس. قال علي الطلاق من حرمتي الاوليه لانك ما تظهر علي الطلاق لانك ما تظهر من حرمتي الاوليه انك ما تظهر من هالمكان. نعم ان علي الطلاق انك ما تسافر ولا تظهر قبل ما تاخذ كرامك من عندي اني اكرمك واحشمك انت علمتني درس يطري على الهلال الغافري علمتني الغافري درس ما تعلم ما حد يتعلمه انه ما يحقر الرجال الا اردلها وان الانسان مهما يسوي لازم يحشم الرجال اللي شراته مهما كان عذروبه ومهما كان سنعه ومهما كان الذنب اللي مسويه يا غير ما تحقران الرجال هذا انت علمتني درس ما حد يتعلمه الا بصعوبه. نعم انك علمتني درس ان ما يحقر الرجال من حقر الرجال اني يوم يحقرونه. نعم انك تحقر اللوادم تحقر اللوادم وتستظلهم وتخليهم ما كانهم موجودين في الكون الا ويجي الوقت اللي الناس تحتقرك وتحجر منك وتغدي ويغدي حجمك افضل انسان في الكون من لو انت تحب تشوف عمرك قهمه وديناصور تغدي ابدا كبر لد علي لانك انت حقرت الرجايل ما شيء اشد عن حقران الرجايل وانت اليوم علمتني درس لو بسير شرق وغرب ما تعلمت شراته مشكور جزاك الله خير على هالدرس اللي علمتني اياه واستوت صداقه بين الغافري وبين ياسر. من المستفيد الاول في هالقصه؟ المستفيد الاول الحرمه القديمه ان طلق شريكته الجديده ورد عليها رد على حرمته الاوليه هي المستفيده الاولى. والمستفيد الاكبر الله يرحمك يا هلال الغافري ويغمد روحك الجنه اللي برت على تبيد سريعه تبيده التفقيره كانت محترقه ومتلوعه ما تبى في الهوا شريك ما حد يبى في هوا شريك في الدنيا حد يبى في هوا شريك ما حد يبى في هوا شريك وافتك من العديل افتكت سريعه من عديلته فضل من الله وفضل من هلال الغافري يعلى الله يغفر لك يا هلال الغافري ويرحمك ويرحم كل من يرحم كل مسلم. شيء طبيعي الاستفادة الأولى كانت للحرمة الجديمة لكن الاستفادة الثانية للمشاهدين حقران الرجال هذا شيء منقود شيء مبزين شيء عيب في عليق الصخشوم. أكبر منقود الرجال يحتقر شخص آخر الحقران هذا يأرث البغضاء ويأرث الضغينة ويأرث الانتقام لأنك حقرت فلان حقرته هذا باكر ما تدري هذا تازم في كبده قيح تازم كبده من طبنه فيها شيء يطبل
يتريع عليك اي شيء حق ينتقم. فالحقران هذا ما شيء شد عنه. فينبغى كل انسان، كل انسان في حاسيه ما يحتقر اي انسان ايا كان مركزه او اسمه او سمعته او علمه او اصله ايا كان. يقول الشاعر: لا تحقر الرجل لو زوله صغير، لا تحقر الرجل لو زوله صغير. الجبل لو ناف من دق الحجارة، ترى الجبل لو هو صاف في كبد السماء إلا من الحصيات هاك رفاع صغار صغار صغار. فلذلك الحقران شيء وايد شايد. ضعاف الأسد أكثرها زئيرا، وأصرمها اللواتي لا تزير. ويعجبك الطرير إذ تراه، ويخلف ظنك الرجل الطرير. هذاك اللي لما في العين شيء، هذا يا أبوك يخلف ظنك خلاف، لأن قبل أنت احتقرته ما بشيء. لذلك ضعاف الأسد، الأسد الضعيف أكثرها زئيرا، يزئرن لأنها ضعاف. أصرمها اللواتي لا تزير، اللي ما يزئرن هن هاي الصرامة فيهن والقوة، القوة فيهن. ونحن عندنا في الـ في الـ في الإمارات وعمان دولنا يعني، يقولك السم في القيلان ما في الثيران، واللحم في الثيران، السم في القيلان واللحم في الثيران. يلا بس عاد عليكم. تعال ما صورنا لكم الهدية، ها شيء تول يا بارك الله فيكم. هدية يتنا من موزان، موزان طالت عماركم علامة تجارية مميزة، تدريب هالراب والعرب، عبارة عن مصنع للملابس والعبي وللعطور، يوجد في مدينة العين، وهذا جاي ابوي من عندهم. عطوراتهم مميزة، عطوراتهم تجمع بين شيئين، العطر الفرنسي والذوق العربي، ودخونهم مميز. شيء منه دخون الورد الفرنسي، ودخون موزان، ودخون ليل، ودخون العروس، ودخون النسل الأسود. ناهيك عاد عن العطورات والعبي والشيل والقطع السويسري والقطان بنواحة والحراير بنواحة. وإن شاء الله إذا الله مد في العمر وجعل في العمر بده، اني باكر بتشاور وياهم اذا بيسمحوا لي اسير اطالع شو عندهم شو ما عندهم. انا باكر عندي شغل في العين، عندي شغل في العين الضحى العالي والظهر والعصر على قهوه عند جماعه من هالعين. وان شاء الله ان لقيت فرصه وعطوني متسع من الوقت يكون اقدر اسير المحل. يقول لك تحفه مكانهم في العين، تحفة معمارية من مزيج من الديكورات والترتيب، سامانهم غير وترتيب ديكورهم غير، وكل شيء عندهم يختلف عن أي مكان. فلذلك زيارة محل موزان روحه متعة. فإن شاء الله إني باكر بسير من عقب ما أستأذن منهم إذا طاعوا. إن شاء الله أنا بيطيعون يعني، لكن بحاول أقنعهم إنه يكون الوقت اللي ما يكون عندهم فيه زحمة يخلوا، لأن مكان مال حريم فشي بيخلون لي خلوني أنا أدخل. لكن 90% عندهم أشياء يونيسكس للعطورات، عطورات مغلبية يونيسكس تصلح للرجال وللنساء. شكرا موزان على هالهدية الفنانة، شكرا جزيلا. باب الهن قال دوارك شلنا ودنا داخل هذا هي هي انسايد. ترون تخطفون بالباب يظهر ايه هدية موزان. شو تحرون انتو تول؟ thank you very much. ايه من شي سيدك thank you. ما شاء الله الكابتن محسن خلص من التمرين وحين ظاهر منور يا عم محسن. ما شاء الله عليك. شو التمرين اليوم كان عندك؟ شو تمرنت اليوم؟ رجل ريك حصاية الكذوب. أنا أبوك لما تحت باطك أظهرت الكذبة. الله يكذب ولا أتمرى ولا شيء. كم في الشيخ متفيزر في الكوفي وأنا ياسب ويأكد.
باكر ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين غدانا في العيد اول الله. ومسانا عند جماعه طرشوا لي اللوكيشن ما اعرف عاد وين البيت. والظهر قالوا بيردون علينا موزان كانهم بيظهروا لنا رخصه من عند هل بالمحل يكون نصور محلهم من داخل. يقولون تحفه معماريه مكلف ارقام خياليه بس الديكورات. فلذلك كاد ان يقتلني الفضول لو ما بيرخصون لي اسير باكر اطالع.